والله مفهوم الشباب الحب طبعا كلمة كبيرة وما في زول ما بيحب. في ناس كده في نظرهم في مجتمعنا السوداني بالذات يقول لك الحب ده عيب أو غلط، والحب ما عيب ولا غلط. ما في الناس دي ماشية بالحب، انت إذا ما حبيت الحاجة ما بتستمر. حتى الزواج ذاته عن طريق الحب، أنا إذا ما بحب زوجتي ما بستمر معاها. لكن بقى الفهم الحب ده هو شنو؟ نحن حاليا في مجتمعنا أو مجتمعاتنا العامة الشباب القايمين الحب يفهموه فهم خاطئ. كيف يعني؟ في ناس بيعتبروه ونسة، أنا أتونس بالليل من الساعة 12 لحد الصباح، ده باعتباره حب، إنه أنا أطلع مع الزول اللي بحبها أمشي شارع النيل أمشي أي حتة في كافتيريا، ده معناه حب. أما الحب في الزمن ده هو حب بيختلف من شخص لشخص. في ناس بتحب حب صادق وفي ناس بتحب حب كاذب، بعد ذاك على حسب الشخصية حقت الزول على حسب قلب الزول ومخافته يا ربنا. في المفهوم الحقيقي عن الحب يعني حاليا نحن عايشين في مفهوم خاطئ للحب. ما الحب اللي نحن شايفين الناس ده، فالحب يعني حاجة أكبر من كده، وربنا وصانا عن الحب إنه بين الناس المحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالمحبة بين الناس، لكن ما بالمفهوم اللي هسه نحن عايشين ده. فنحن محتاجين لتوليد طاقة داخل الأسرة، فالمحبة تبدأ من داخل الأسرة، من الأب يظهر لأبنائه إنه هو بيحب أمهم. فأنت الحاجة دي لما تشوفها في البيت بتقدر يعني تجمعها برا بين الأطفال، بين الأطفال لما ينشوا في أسرة بتحب بعضها، فالاطفال بينشوا بيئه سليمه وبكون جوام. لكن حاليا نحن شايفين برا الشباب ده صراحه ده ما حب والله. المفهوم الصح انه الحب ياتي بعد الزواج، وبكون هو ادوم، وهو يعني بكون مدته اطول وبيكون احسن من الحب الكاذب والعلاقات الغير شرعيه واللي بتكون كلها كذب ونفاق ولا تؤدي الى شيء.